نجدد التحية. ارتفع معدل التضخم في أبو ظبي إلى 4.7% نهاية يناير الماضي مقابل 2.6% خلال شهر ديسمبر السابق عليه. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبو ظبي ارتفع لأكثر من الضعفين مع بدء تطبيق ضريبة قيمة المضافة نسبتها 5%. وفي دبي ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 2.7%. وأوضحت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية أن معدل التضخم الحالي بأبوظبي هو الأعلى منذ عام 2015.